السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ اخباركم ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ زي ما انتوا شايفين يا بنات، هنعمل مع بعض اسهل طريقة للفراخ المشوية. طريقة سهلة في ثواني، جهزت معانا وان شاء الله يا حبايبي تشوفوا الفيديو وتعجبكم. وعملنا برضو يا بنات بطاطس بالسبانخ زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. وصفة سهلة وان شاء الله يا حبايب قلبي تنال اعجابكم. يلا بينا مع بعض نشوف المقادير ونشوف الطريقة. المكونات معانا يا حبايبي، عندنا يا بنات سبانخ زي ما انتوا شايفين، منقعينها وغسلينها كويس وقطعناها كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. ومعانا بطاطس مكعبات، حابه تقطعي مكعبات كبيره عن كده ماشي، ما يجراش حاجه. عايزه تعمليها صوابع طويله برضو عادي، بس انا بحب اقطع يا بنات بطاطس مكعبات صغيره زي ما انتوا شايفين كده، اما اكون هعمل معاها سبانخ. معانا هنا يا حبايبي طماطم مفرومه، عندنا 4 حبايات طماطم كبار مفرومين، وفرمه فيهم يا بنات 5 فصوص ثوم. ومعانا هنا يا حبايب قلبي شبت وبقدونس، وطبعا الملح والبهارات بتاعتنا. يلا بينا نشوف مقادير الفراخ. عندنا فراخ زي ما انتوا شايفين يا بنات، طبعا في كل وصفة فراخ اول حاجة بقولها بقوم اغلي الفراخ بليمون وخل واغسلها كويس قبل ما اعمل فيها اي وصفة اكل يا بنات. ده اساسي عندي، اي فراخ بجيبها بروح منقعها في ميه وخل وليمون واغليها على النار وبعد كده اغسلها كويس. ودي قطع الفراخ بتاعتنا يا حبايبي. وعندنا نص كوبايه لبن رايب يا بنات، ومعانا نص كوبايه خل، وعندنا هنا يا حبايبي بصلتين، بصله هنعمل بها البطاطس بالسبانخ وبصله على الفرخه بتاعتنا. هنعمل ايه؟ وعندنا حبايه طماطم وفصين توم زي ما انتم شايفين للفراخ بتاعتنا برضو. وعندنا هنا بقيه البهارات، عندنا بهارات لحمه وفلفل اسمر وتوم بودر وبصل بودر ومعلقه ملح، وعندنا مكعب مرق. اول حاجه يا حبايب قلبي ان شاء الله هنعملها مع بعض، هنتبل الفرخه بتاعتنا اللي هنشويها ان شاء الله. هنعمل ايه؟ هنحط المكونات بتاعتها، الحبايه البصل وحبايه الطماطم والثوم واللبن الرايب والخل وشبت وبقدونس والبهارات بتاعتنا، طبعا البصل البودر والثوم البودر وذره ملح، مش هنكتر عشان هيبقى فيه خل يا بنات، هيبقى فيه اسفه، هيبقى فيه مرقه معانا، والمرقه بتبقى حادقه زي ما انتوا عارفين، فنحرص برضو من الملح. هنحط المكونات دي كلها على بعضها يا حبايب قلبي وهفرمها في الخلاط وارجع لكم تاني ان شاء الله. ودي يا بنات التتبيله بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها يا حبايبي، جهزت معانا هي، تبلنا بها الفراخ بتاعتنا شايفين يا بنات، هنقلبها كده كويس. وممكن يا بنات تبدلي اللبن الرايب بعلبه زبادي، لو عندك زبادي يا حبايبي ممكن تبدلوها باللبن الرايب بتاعنا. هنسيب الفراخ بتاعتنا يا حبايبي في التتبيله دي. ممكن يا بنات لو انتوا عايزين تعملوها في التتبيله دي من بالليل وتبيتوها عادي، ما فيش مشكله، هتبقى احلى واحلى كمان. او ممكن تعملوها مثلا من الصبح وتسيبها ساعتين ثلاثه برضه، بس انا هسيبها حوالي نص ساعه عشان وقتي وعشان اولادي في الامتحان وعشان اجهز لهم الغدا. فان شاء الله نص ساعه وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. ورجعت لكم تاني يا بنات، ودي الفراخ بتاعتنا يا حبايب قلبي، قعدت يا بنات حوالي 3 ارباع ساعه مش نص ساعه. يلا بينا يا حبايب قلبي عشان هندخلها الفرن. عندنا صينيه زي دي يا بنات، حطينا في ارضيتها زيت زي ما انتم شايفين كده عشان هنرص فيها الفراخ بتاعتنا وندخلها الفرن، ونهدي الفرن خالص من فوق ومن تحت ونسيبها عشان تستوى كويس وعشان تتحمر وتبقى جميله معانا. يلا بينا يا حبايبي نشوف هنعمل ايه. هناخد قطع الفراخ كده زي ما انتوا شايفين، هننضفها خالص يا بنات من التتبيلة بتاعتنا. شايفين منظرها يا بنات جميلة ازاي؟
ودي يا بنات الفراخ بتاعتنا زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، هدخلها الفرن يا بنات ونهدي عليها النار، وكل فترة يا بنات نبص عليها ونقلبها. يلا يا حبايبي بينا ندخلها الفرن ونشوف هنعمل البطاطس بالسبانخ مع بعض ازاي. عندنا حلة يا بنات زي ما انتوا شايفين على النار، فيها نص كوباية زيت. اول حاجة يا حبايبي هننزل بالبصلة بتاعتنا كده نفضلها، ودي البصلة يا حبايبي ابتدت تاخد اللون الذهبي يا بنات اهي. هننزل بالطماطم بتاعتنا، وبعد كده البطاطس يا حبايب قلبي، وننزل يا بنات السبانخ بتاعتنا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. السبانخ غلوة واحدة يا بنات، وكل ده هينزل، هتنزل الماء بتاعتها وده كله هينزل. وعندنا البهارات يا حبايبي بتاعتنا الجميلة، ومعانا الشبت والبقدونس. هنقلب الخليط كله مع بعض يا حبايبي كده، وبكده يا بنات جهزت معانا البطاطس بتاعتنا. هنسيبها بقى تستوي. احنا زودنا لها يا بنات نص كوباية مية مع الصلصة بتاعتها، عشان السبانخ بتاعتنا هتنزل مية كتير، فما نكترش فيها مية. لقيت صلصة الطماطم عايزة كمان شوية مية زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. هنغطيها ونسيبها تستوي وارجع لكم تاني. ودي يا بنات البطاطس بالسبانخ بتاعتنا، شايفين يا بنات السبانخ بتاعتنا نزلت الماء بتاعتها، نزلت خالص ازاي. هي بتبقى قفشه كده في الاول، وبعد كده ساعه ما تغلي على طول في ثانيه تلاقيها ايه نزلت خالص. شايفين يا حبايبي هي قربت تستوي معانا. البطاطس طبعا ما بتاخدش اي وقت، هنسيبها كمان يا بنات 5 دقايق بس ونطفي عليها يا حبايب قلبي. ودي يا بنات بطاطسنا الجميله جهزت معانا اهي، شايفينها يا حبايب قلبي استوت يا بنات وبقت زي الفل اهي، ما شاء الله عليها جميله. شايفينها يا حبايب قلبي اهي يا حبايب. يلا بينا نشوف الفراخ ونغرف بقى. ودي يا بنات زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي الفراخ بتاعتنا المشوية الجميلة، شايفين منظرها يا بنات جميل ازاي، جهزت معانا اهيا. وعندنا يا حبايب قلبي البطاطس بتاعتنا برضو اهي، منظرها حكاية جهزت معانا. وعملنا برضو جنبها يا بنات طبق الرز الاساسي بتاعنا برضو في كل وجبة، بس المرة دي بدون شعرية، شايفين يا بنات. ودي كانت وصفتنا النهاردة، وصفة سهلة وجميلة، ويا رب تنال اعجابكم يا حبايب قلبي. وما تنسونوش بقى في اللايك وفي الشير ومشاهدة كاملة للفيديو، وجربوا الوصفة، ويا رب يا رب يا رب تنال اعجابكم. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، طريقة الفراخ المشوية وعمل البطاطس بالسبانخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.